انت اتمه يا بس شويه باحتراف انا احط لك طب لا طيب اول حاجه احنا جايبين بطيخ للنسانيس لسيزر وروبي عشان الجو حر بقى ونرطب عليهم في الفيديو كده ويبقى الدنيا جميله في الفيديو ده. ما تاني حاجه ودي الاهم بقى ان فيديو النهارده مشكله حقيقيه يعني انتوا يا الشوية لازم تشاركونا في المشاكل الحلوه والوحي. النسانيس عدت بعطاء وبقت مفترسه ان حطيتهم في السلاكه وبقى لي فتره ما طلعتهمش الكام يوم دلوقت عشان ورايا امتحانات ولازم ان هم صغارين لازم انا الفتره ديت اللي انا اطلعهم على طول واستغلها جامد هم صغارين عشان اقدر ان انا ايه ادربهم وكده. لو كبروا شويه هيبقوا شرسين جدا وهيعضوا ومش هيتدربوا خالص لو عملنا معاهم ايه. فالفتره ده نبدا نطلعهم كتير. الفيديو ده احنا هنروح نطلعهم من السلاكه دلوقتي علشان نعالج الدكر لان النتاع عورت الدكر جامد وانتوا هتشوفوه دلوقتي. بس الحمد لله خف شويه ما رضيتش اعمل لكم فيديو وهو متعور جامد عشان كان شكله يزعل جامد. الحمد لله خفوا دلوقتي وعزلناهم عن بعض بس مشكله جامد ان احنا نطلعهم من السلاكه اصلا لان هم بداوا يعضوا مشكله كبيره. فاحنا دلوقتي هنروح المزرعه ونطلعهم مع بعضينا. بس عايز اقول لكم ان الاهم من ده كله بقى ان احنا خلاص داخلين على 100,000 باقي حاجات بسيطة. فالفيديو ده المفروض بعد الفيديو ده احنا نكمل 100,000 وناخد الدرع سوا علشان نفرح سوا وفي مفاجأة بعد 100,000 هتبقى جامدة جدا. فهمتكم معانا شوية دي شوية ديشة شام ديشة. الفيديو ده بالذات اعملوا دعم عليه كتير، شارك القناة وفعل الجرس، شير كتير قوي على الفيديو، دخلوا حبايبكم عشان الفيديو ده هو اللي هيوصلنا 100,000. زي ما بقول لكم كومنتات كتير قوي لايكات كتير اعملوا شير للفيديو عشان الفيديو ده هو اللي هيوصلنا 100,000 وفي مفاجاه جامده بعد ال 100,000 على طول. يلا بينا نروح المزرعه ونشوف هنعمل ايه ويا رب ما نتعبش. طيب يا حبيب قلبي الخطه دلوقتي بقى ان احنا نطلع النسانيس وبعدين ناخدها البيت هناك عشان ناهلها شويه ونضربها شويه كده وناكلها في البطيخ اللي احنا جايبينه لك. طبعا زي ما انتم عارفين انا قلت لهم ده كده ودي كانت طويله انا قصرت اللي حزمها. طبعا المشكلة بقى كلها ان النسانيس اصلا يعني بتعض ان هي لسه ما اتأهلتش ولسه بتعض لسه واحدة واحدة معاها كده كده ما تقلقوش احنا مع بعض هنضربها. طبعا الناس اللي بتسأل انا ليه ما جبتش من مصر وجايب من بره، بص انا بحب اصلا حاجة شرسة ان نسناس متدرب يجيلي انا ما بحسش بمتعه ان انا اربيه، لا انا عايز ادربه انا ومع بعض نشارك تدريبه وانتم شايفين ان هم شرسين بعد كده هيدربهم كده كده في الفيديوهات الجايه هخلي لكم ترقص، هخلي لكم تسمع الكلام تعمل اي حاجه، هخلي لكم تقلب صحابنا اللي قاعدين معانا، هنخلي الناس تعمل كل حاجه، روبي وسيزر هيعملوا كل حاجه، دي مع بعض لازم نجاح مع بعض، انما اللي جايبهم هاديين. وعايز اقول لك ان النسانيس الكبيره اصلا رخيصه، كبيره المتدربه رخيصه مش غاليه، لكن احنا جايبينهم صغيرين وهنبدا احنا ندربه مع بعضينا كده. طبعا هنفتح الاول على سيزر وبعد كده نفتح على روبي. طبعا السلاكات ديت هي حلوه عليهم مش صغيره، واحنا عاملين لهم سلاكه، الناس اللي بتقول انت ظالمهم في اللعبه ولا حاجه، نعمل لهم سلاكه كبيره جامد، انت شفتها في الفيديو اللي فات حوالي 4 متر، كبيره جامد، بس طلع ان هم لسه صغيرين ويعدوا من السلك لان السلك فتحاته كبيره، فانا هعمل فتحات صغيره على السلك، هعمل سلك تاني طبقه تانيه صغيره عليه وهنقلهم فيه، هنقلهم مع بعض يومين كده ولا حاجه. لان هما المكان التاني طبعا هياخدوا راحتهم، بس عايز بس نتاكد ان سيزر خف لان التعاره بتاعته كانت جامده جدا وبدات انها تخف الحمد لله. كل يوم بيروح عند الدكتور ياخد له حقنتين، اظن انت زعلان مني عشان الحقنتين. طبعا روبي اهي بصوا بقى اصعب مرحله، بس طبعا يا جدعان النسناس ما بيعدش عد اللي هو مثلا ده حاجه وحشه، لا هو بيعد عد خوف، هو خايف عشان كده بيعد، بس عدتهم وحشه جامد. طبعا بنحط ايدينا بس ما تخافش مش هتاخد حق. طبعا هو زعلان مني عشان بقى لي كام يوم بطلعه بيروح ياخد حق، بس يا معلم. طبعا يا جدعان مش سهل خالص اللي انا بعمله ده خالص. طبعا انا يعني واخد حذر شويه ان هو لحظه ممكن تطلع حبتين في البهد. طيب هو فاكر الناس؟ بيعدوا الناس اللي هم فاكر مش بيعدوا بس يا حيوان. طبعا يا بس بقى
طبعا لو عدى ايدي ضح، مش حاجه سهله زي ما انتوا فاهمين. طبعا احنا بنتعامل بحذر جدا ان هو ما يعرفش، في نفس الوقت ما نقتلوش او يبقى معاه هبل. طبعا الحاجات دي لازم تتعامل بقلبك جامد بحيث انك تعرف تتعامل، تبقى فاهم تتعامل مع حاجات ثانيه شخصيه من كده. هو كده خلاص، بس بقى خلاص، بس بقى ايه ده كده وخليك حالي. طبعا طبعا زي ما انتم شايفين التعابير اهي، المفروض اخته هي اللي عورته. طبعا هو هنا بيهدى، هو هادي، بس هو كل الحكايه انه خايف. ليه بقى؟ لان هو بياخد كم. طبعا هي بالنسبه للتعويره يا جدعان، بالنسبه لكم جامده، هي خفت خالص. دي كانت متاكله عشان تعرفوا قوه العرش. امسك حاجه تعالى بقى، هي دي شرسه عنه كمان. طبعا الناس اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي يقولوا انت قلبك جامد وكده، انا وغيري غاويين الحيوانات الشرسه اللي هم كتير قوي، يعني مش انا بس، احنا بيبقى عندنا كده سبحان الله تميز واختلاف في الحاجه دي، اللي هو اصلا احنا بنحب الحاجات الشرسه اللي احنا اصلا لو تعدينا منها كتير بنتعب، لو تعدينا منها بتبقى حاجه جميله. يعني ديت هي شغفنا لكده وحبنا لكده، ان الحاجات الشرسه ده حتى لو عدتنا احنا بنفرح بالعده بتاعتها. تمام، بس كده هنتعدي بقى ونوريكم فرحه العده من روبي. طبعا روبي اشرس من سيزو، عايز اقول لكم ان هو لو اتعدت في الفيديو ده هيطلع حته من لحم ايدي حرفيا، مع انهم لسه صغيرين. طبعا في ناس في الكومنتات كاتبه لي ان سانيس دي هتبهدلك ووديها لحد يدربها وكده، انتوا هتشوفوا الفيديوهات معانا. ان سانيس ده هنخليها تعمل كل حاجه، متقلقوش يعني. شام ديشه ودي شويه اللي جاي جامد، ونحن نختلف عن الاخرون. شد يا محمد عشان اعرف فين الفيديو. فداه يا اسطى، مش فداه، لازم تفضاه. ماشي تعالى، مفيش جايبين باحترام. انا هحط لك طبق، لا 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 لا، باحترام هحط لك طبق العنب باحترام، كل واحد ياخد واحد. يلا بس يا حرامي، باحترام شويه، كل واحد ياخد واحد. لا باحترام، هاي خدوا كل واحد واحد. لا انا هديكوا، انا اصبر اصبر، انت كده قليل الادب. عدوا ولا ايه؟ باحترام يا اسطى، ما تخافش. خليك محترم عشان هم يحبوك، يعملوا لك لايك وكومنت ودعم كتير. شكرا. شايفين بقى جايب لكم دلوقتي بطيخ، بس انا عايز احترام في الاكل. شغل النتنه اللي انت عملتها دي ما ينفعش احترام. كل واحد لا لا لا، احترام نفس. انت قطمة وهي قطمة، انت قطمة هي قطمة. انا قلت هي قطمة وانت قطمة. قد طبعا ان النسانيس بتحب البطيخ جدا، كما انتم شايفين كده المعفن سايب البطيخ وقاعد ياكل في الليل. يلا احترم نفسك، يلا كل سيزار. طبعا انا كنت في الامتحان وهم ما كانوش قالوا اصلا. كل كل، عوض التعوير اللي تعورت لك. طبعا انت شفتوا في الثلاجه كانوا عاملين ازاي وهنا عاملين ازاي، فرق كبير. هما بس بيخافوا في الاول كده طلعت الثلاجه ودخلت الثلاجه، لان بيخافوا بقى، لان بالذات سيزر لانه بيطلع ياخد الحقن، فبيخاف يكون يطلع ياخد حقن. لكن هما لما يبداوا ياكلوا كده بيبقوا حلوين خالص وهاديين، ما فيش عاد زي ما انتم شايفين كده. انا خلطتها في كده، لا خلاص كده مني. حتى بيفل يا جدعان بصص في البطيخ بتاع النسانيس، خلصها في بعيد. مسكرة يا اسطى والله.
يلا هم يا جمال. عاجبك اللب؟ هم يا جمال. شوفوا عايزين بياخد اللب اللي في البطيخ. شايفين الجمال؟ طيب احنا دلوقتي هندخلهم ونسيب لهم البطيخ هم ياكلوه مع نفسهم جوه. عايز اقول لكم بقى ان الاهم من ده كله ان احنا اصلا عايزين نحميهم، لحد دلوقتي ما استحموش، بس احنا ما كناش عايزين نحميهم عشان كانوا لسه بيعضوا، ولما نيجي نحميهم هيحاولوا يعضونا وهتبقى حلقه صعبه جدا وفيديو صعب جدا. فالفيديو اللي جاي اللي بعد ده هنحمي النسانيس مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل، ويا رب ما نتعدى ربنا يسترها. وعايزين الاول نجيب حاجه امان، ولا اقول لكم هنسيبها على الله مش هنلبس حاجه في ايدينا وهنحميهم. طبعا انا جبت لهم شامبو من عند الدكتور، شامبو نظيف، وهنحميهم بيه الفيديو اللي جاي. استنوا بقى الفيديو اللي جاي، قلت ايه سيبه فيديو اصبر، الفيديو اللي جاي مع بعض هنحميهم سوا ونشوف ايه هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل. بس اعملوا شير كتير للفيديو ده، وسيبوا فيديو كتير قوي عشان نوصل 100,000 مشترك مع بعضينا. سلام.